السلام عليكم عائله ما بعد الطبخ، كي دايرين بخير؟ نتمنى اموركم تكون مزيانه بحال ديما. المهم ندخلوا في الوصفه ديريكت، اللي هي وصفه سهله بمقادير متوفره في جميع المنازل. كما تشوفوا معايا الكورجيت بدات واش. المهم هذه الوصفه ديال المعقوده ديال الكورجيت، معقوده بالكورجيت. الخطوه الاولى بحال ديما الكورجيت غادي نحكو بالخاطر كما تشوفوا معايا الكورجيت ربيتها هذا الشكل هذا. غنشدها غادي نشفها مزيان من الماء. الطريقه والو، نعصرها بيديا، نعصرها مزيان، نخلي فيها الماء. الكورجيت ديالي هي غادي نشفتها من الماء، نزيد عليها بيضة، نزيد عليها الربيع، المعدنوس، أي حاجة عندي. هادو التتبيلة يعني مخلط فيها الزعتر، فيها بزاف ديال العشوب، تعطي واحد النسمة زوينة. شوية ديال الخميرة، طبيعة الحال الدقيق، وغادي نحرك كلشي. ملحة، شوية ديال البزار. كما تشوفوا معايا الخليط هو هذا، يمكن لي ندير فيه أي نوع ديال الأعشاب عندي، توفر، يزير، الحباق، السلمية، أي حاجة عندي. شوفوا هو هذا. الآن غادي نقلوه، مش نقلوه إن شاء الله. تبعوا معايا الفيديو خوتي، وما تنساوش الإشتراك على القناة. بالنسبة للناس الجداد، ما تنساوش الإشتراك على القناة. والناس القدام ديالنا من العائلة، ما تنساونا في شي تعليق زوين بحال ديما. الآن غادي نقلوه إن شاء الله. شوفوا معايا الخليطة هي هادي، معليش ندير لي يدي لا والو، كلشي بالمعلقة. نزيد شوية بحال هكا، شوية بحال هكا، وندير في القلا. طريقة سهلة وبسيطة، نرسخ يدي ما والو، كلشي بالمعلقة. بهاد الطريقة هادي تنصحكم تجربوها، يعني تعجب الأطفال نتاعكم اللي عندها الأولاد، ولادها صغار ما تياكلوش الكورجيت. بهاد الطريقة هادي غيبقى ديما يسخك عليهم، الطريقة اللي مجربة. نشوفوهم تحمرو شوية ونقلبو بطبيعة الحال، شوية بشوية بالخاطر، على بالخاطر. والان وصلنا للوصفة الطبق النهائي. وصفة هي هذه، وصفة سهلة بمقادير متوفرة في جميع المنازل كما تشوفوا معانا. تجي لذيذة ورائعة. نتمنى تعجبكم الحلقة بحال ديما، وما تبخلوش علينا بتعليق، بارطاج الخوت مع الاصدقاء نتاعكم. السلام.